طيب خلينا نروح لفقرة ترند أونلاين مع الأستاذ سعيد علي الناقد الرياضي الكبير، ونتكلم معاه في بعض الأمور الهامة واللي تتعلق بفريق النادي الأهلي هذا الموسم تحديدا. يا سعيد أهلا بيك، منورنا. تحياتي ليك أمير، أهلا بيك وأهلا بجمهور الترند وقناة الأهلي. أهلا بك يا أستاذ سعيد، عايز أتكلم معاك عن تقييمك للنادي الأهلي على مدار موسم كامل، قدر أنه هو يحقق فيه بطولة الدوري رغم عدم انتهاء الموسم حتى الآن، لكن رؤيتك للأهلي على مدار الفترات اللي فاتت كلها. في الحقيقة هو كان موسم صعب جدا ونقدر نقسمه على مرحلتين. جزء كان النادي الأهلي يسير فيه بشكل قوي جدا جدا، وكان بيعبر عن وحشية النادي الأهلي في تحقيق ارقام قياسيه وخرافيه واداء مثالي. الجزء الثاني بعد كورونا ربما الاداء مر ببعض العثرات وتراجع بعض الشيء في وجود اصابات وغيابات وبعض الازمات اللي حصلت اثرت بشكل كبير على الشكل والنتائج بعض الشيء، لكنها لم تؤثر في النهايه على الهدف والغايه وهو تحقيق بطوله الدوري. وانا طول الوقت كنت بشوف ان في مبررات لهذا التراجع، خاصه ان انا شفت كل انديه العالم باستثناء قله قليله جدا هي اللي لم تتاثر، يعني باستثناء بايرن ميونخ وريال مدريد بالتحديد هما الناديان الوحيدان اللي ما تاثرهاش او ما تعرضوش لاي ازمه بعد كورونا او كانوا مستعدين بشكل اكبر. لكن في العموم نقدر نقول ان النادي الاهلي استحق التتويج بعد تعب كبير جدا. وعايز اقول نقطه مهمه جدا لبعض الناس اللي بتقلل من انجاز الدوري العام وتتويج الدوري العام، بطولة الدوري العام هي المؤشر والمعدل الحقيقي عن قوة أي منافس في أي بلد في العالم. تمام. ودايما في مقولة باخدها وعنوان بحطه قاله ليونيل ميسي في من سنتين أو ثلاث مواسم، أن بطولة الليجا الإسبانية واحدة من أصعب البطولات اللي بيتعب فيها برشلونة واللي بيتعب فيها أي نادي عشان يحققها. لكن جمهور برشلونة يظل يراها بطولة سهلة لأنها بتتحقق بشكل دايم في السنين الأخيرة. وقال ان جمهور برشلونه هيحس بقيمه البطوله بالتحديد لما برشلونه يخسرها او يفتقدها، وده اللي حصل الموسم ده. فالنادي الاهلي حقق البطوله امين لانه كان النادي الاقوى وليس لان المنافسين بيأدوا بشكل ضعيف او عندهم تذبذب، لان الفارق بين الاهلي والخصوم 20 نقطه واكثر وكذلك فارق 45 هدف، فده بيعبر عن قوه جباره ومسافه بعيده عن هذا القسم حتى لو انت شايفه ضعيف. فبالنهايه الاهلي علشان انت ضعيف النادي الاهلي حقق المكسب. طيب يا سعيد عايز اسالك بالتحديد عن الفارق الكبير في عدد النقاط النادي الاهلي، ما هو ممكن الاهلي يفوز ببطوله لكن تبقى فيه منافسه قويه، اسباب ان المنافسه القويه ما كانتش موجوده هذا الموسم من وجهه نظرك ايه يعني؟ اسباب المنافسه القويه انا عايز اقول ان النادي الاهلي لعب دوري لوحده، يعني النادي الاهلي كان بيلعب بشكل منفصل وكان هو المعيار والمقياس للمنافسه في بطوله الدوري، ما كانش بينافس حد ثاني. لكن هل النادي الاهلي غياب المنافس القوي اثر على طموحه واثر على رغبته؟ لا، شفت النادي الاهلي طوال الوقت بيلعب بنفس الطموح، بيلعب بنفس الهدف، والنتائج الكبيره دي اميز ليها اسباب، يعني انت تحقق الارقام دي ده مجال بشكل عام بالفارق ده. لا جه لان انت اولا كاداره وكتخطيط قدرت تحط اللاعب رقم اثنين ورقم ثلاثه في مسافه قريبه من اللاعب الاساسي، علشان كده لما حصل عندك بعض الاصابات وبعض الغيابات وقت كبير قدرت ان انت تحقق نفس النتائج وتحقق نفس المكاسب. فبالتالي ده امر مخطط ليه وشغل بشكل استراتيجي لازم انت تبقى واخد بالك منه، لان اهماله في تجني على جهد وشغل كبير تم بشكل حقيقي خلال الفترات الماضيه. طيب انا بشوف ان الخصوم استسلموا امام قوه الاهلي الجباره، بقولها وبعيدها وبكررها، الخصوم استسلموا مبكرا، وشفنا ناس كتير جدا بتشيد بمدربينها رغم الخسائر الكتير، لان بالاساس ادركوا ان منافسه النادي الاهلي هو امر جنوني او عبثي ومفيش منه فايده، فبالتالي استسلام، فده مؤشر يعبر ايضا عن قوه النادي الاهلي ويحسب. طيب عايز اتكلم معاك عن المرحله القادمه وكيف تتوقع استراتيجيه مستر ريني فايلر خلال الفتره اللي جايه وما تبقى من مباريات في بطوله الدوري، وخصوصا ان انت هيكون عندك كمان التحدي الافريقي خلال الشهر المقبل. يمكن يا امير انا حطيت عنوان بعد مباراه الامس، قلت ان المقصه هي نهايه الفتره الصعبه في مشوار النادي الاهلي في موسم 2020، بمعنى ان بالفعل امبارح بس قدرت تستعيد كل العناصر او 90% من العناصر بتاعتك، واصبحت عندك القايمه كامله اللي تقدر من خلالها بقى تشتغل شغلك الحقيقي بدون اي مشاكل زي المشاكل اللي واجهتك في الفتره اللي فاتت. يعني انا شفت فايلر اضطر
لعب بطرق لعب معينه بسبب القايمه اللي معاه او العدد المحدود اللي معاه بسبب غيابات كتير. الفتره اللي جايه اصبح عنده وفره كبيره جدا، استعاد كامل قوته، اصبح موجود في الشحات والكهرباء. اعتقد ان الفتره اللي جايه هيبدا يفكر في مباراه في الوداد بشكل محدد. هيدي راحه شويه لبعض الناس، اشوف ان جونيور الله يستحق انه يحصل على راحه او يعني محتاج لراحه مهمه في الفتره دي. بعض العناصر برضه محتاجه لراحه. انا شفت مشاكل امبارح مثلا يا امين في الخروج بالكره من تحت، ده كان بسبب مثلا ان انت ما فيش اثنين قلب بتاع يا امير في الفتره الاخيره لعبوا مع بعض ثابتين. ما فيش اثنين ثابتين في المكان ده، اثنين ثابتين. ضيف ليهم كمان لاعب الارتكاز حمدي فتحي راجع من فتره، وعمرو الطبيعي ايضا راجع من الاصابه، ولاول مره بيلعبوا مع بعض الفتره الاخيره. لاعب اللي هيبني مع خط الدفاع ما فيش ايضا حاله التناغم وحاله الترابط اللي موجوده اللي من الفرص تكون موجوده. فاعتقد ان كل المشاكل دي امام بايلر وامام النادي الاهلي في الدورات المقبله فرصه لانه يضع بروفة الوداد. الفترة المقبلة مش هتكون مجرد تدريب ولا هتكون تضييع وقت او تحصيل حاصل، لا ده مرحلة جد جدا 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 هيحصل تدوير بشكل ما، لكن في النهاية هتسعى الى الوصول الى التشكيلة والطريقة المثالية لمواجهة الوداد البيضاوي. المطلوب من فايلر خلال الفترة اللي جاية ايه يا سعيد؟ يعني ازاي يقدر يتعامل مع اللاعبين؟ طبعا في الجانب الفني ده طبيعي، لكن فيما يتعلق بالجوانب الاخرى، الجوانب النفسية الذهنية، عشان تقدر تأهل اللاعبين للدور نصف النهائي ومباراتي الوداد بإذن الله. اولا اللاعبين النادي الاهلي لازم ياخدوا حقهم، ولازم يحسوا انهم قدموا جهد كبير جدا. انا شفت اصابات منقطعه مش قليل، دي بتمثل ضغط اضافي على اللاعبين. لازم اللاعبين يفهموا كويس جدا، او لازم يوصل لهم ان احنا مقدرين الجهد الكبير. فكره ان انت تلعب كل ثلاث ايام مباراه، فكره ان انت تعمل الفارق الكبير في النقاط وفي الاهداف مع كل خصومك، فكره ان انت تكسب بعد دقيقه 90 في اكثر من مباراه، فده جهد كبير جدا جدا. اولا لازم اقصد التعليم اللي عملتوه يستاهل، اللي عملتوه حاجه عظيمه جدا جدا وتضاف ليكم. ثانيا البدء التحضير للفتره المقبله، انا بشوف ان مستر ريني فايلر مطالب بتجهيز العناصر اللي كانت غايبه الفتره اللي فاتت بدنيا. احنا محتاجين نرتقي او نرتفع بالمعدلات البدنيه لاكبر عدد من اللاعبين، خاصه اللي كانوا غايبين الفتره اللي فاتت، كهربا وحسين الشحات وحمدي فتحي بالتحديد، اللي انا بشوفه باذن الله جديد العلامه الخاصه في شكل واداء النادي الاهلي في دوري ابطال. ان شاء الله باذن الله. يا سعيد انا بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ سعيد علي الناقد الرياضي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا معاه في بعض الامور الهامه جدا، بتحديدا فيما يتعلق بالنادي الاهلي وفوزه ببطوله الدوري، وكيف يستعد النادي الاهلي للمرحله اللي جايه ومباراتي الوداد في فتره ان شاء الله باذن الله تكون كافيه للفريق ان هو يقدر يجهز نفسه بشكل كامل وبنسبه 100%.